نمر يفترس يد طفلة. الحدث في مستغانم، والصدى وطني يطرح عدة تساؤلات واستفهامات واستنكارا واسعا حول إجراءات السلامة ومدى نجاعتها في حدائق التسلية في الجزائر، وما الجدوى من تربية حيوانات لعرضها على الجمهور إن كانت جائعة أو غير مؤمنة ومراقبة على مدار الساعة من المصالح المختصة. احنا اجراءات الامن كانت بمعايير محدده في المراسيم التسليميه الخاصه بالجزائر، الا انه حاضره مزوده باعوان امن ليقوموا بالمراقبه الدائمه، ولكن هذه المره كان التجاوز خطير نوعا ما. ليست المرة الأولى التي تقع فيها حوادث وقوع الأطفال ضحايا هجوم حيوانات مفترسة في حدائق الحيوانات، دائما الخطأ فيها بشري، أما هنا فالكارثة هي بيع الترفيه دون الوصول إلى المستوى المطلوب من الحيطة، والإدارة وحدها من تتحمل المسؤولية عكس ما تقول مديرة المؤسسة. وأنا أحمل مسؤولية أي أحد، لا نحمل للولد لا الإدارة. وفي العديد من الأحيان يتم تجاوز هذه المعايير من قبل الزوار، خاصة الأطفال. حديقة بن عكنون أكبر حديقة في الجزائر عرفت قبل عامين حدثا مشابها لافتراس نمر بنغالي مصنف من أخطر الحيوانات افتراسا في العالم لطفل استطاع تخطي الحاجز الأمني. مرة بعد مرة تتنصل الإدارة وتحمل المسؤولية للزوار.